السلام عليكم. السلام ورحمة. في عندك رصيد؟ يلا زد دول معني رصيد الخز. شحات واحد. ايش صار على الرجال؟ ما كذا اسلوب التعامل. طلعت يا ايش المشكلة؟ بغيت رصيد. بغيت رصيد؟ راح الله يعطيك. واحد هادي. السلام عليكم. السلام عليكم. فين؟ السلام عليكم. السلام. أيوة. أنا في أريد رصيد. رصيد؟ هذا يريد؟ لا ما يريد. هذا؟ لا ما يريد. هذا؟ لا أنا ما يريد. ليش اريد انت؟ ها؟ كيف الحين احسن؟ اوف والله ما احلى احسن وعد. انت مو انت مثل ما كنت الكافتيريا. ايه كيف تسوي شاي في المصلب؟ اول شيء طبعا سكر. نسكب ملعقتين من السكر. اوكي واحد اثنين. بعدين نجيب الماء الحار. طبعا بس قبل ما نحط الماء الحار حط الشاي هاي لبتن. اوكي ماء الحار كذا اوكي. ورحنا بكل بساطة وهدوء كل ملعقة خلط شوي. شفت لونه صار احمر اوكي الى يميل الى البني. بعدين ناتي بالحليب قوس قزح ابو قوس ونسكب القليل. السلام عليكم. القليل منه اوكي الى يصبح لونه الى الابيض. كذا وجبه ما تكمل دقيقه ولا دقيقتين بكل هدوء وبرودة. الشاي المصلب كذا. ليش اريد انت؟ ها؟ انا في اريد رصيد. اخ وش هذا تو؟ ها انا وين؟ وش هذا؟ كرفانات؟ وش اللي يبني هنا؟ انا اذكر اني سار اشتري رصيد. وش يبني على سكن العمال؟ سكن العمال؟ بابو 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 وين رصيد؟ ايش فيك؟ انا وين؟ كلية. كلية سكن عمال كرفانات؟ تعال. ايش انا؟ اي والله كلية. ايش فيك؟ ايش فيك؟ كلية. قم. كرفانات كلية. غيب. أبو رصيد. رصيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله يسر لك الحال. شو الأخبار أبو رصيد؟ تبي رصيد؟ إيه نعم تفضل رصيدك صلاتك.
الله أكبر الله